السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أريد فقط أن أعطيكم طريقة للدخول على الفورومات، يعني المنتديات الأجنبية، ليست الإنجليزية بل كل المنتديات الأجنبية. أوكي، مثلا كنت أبحث عن how to make money. انظر، or how to work at home. Detect language. How to work at home. ونرى مثلا الروس. مثلا ننظر إلى الروس ماذا يقولون عن هذا الموضوع. أوكي. سنفعل هكذا. موجودين كثرة. اوكي، سندخل على هذه الصفحة مثلا. هنا عمل لي ترانسليت، لماذا؟ لان عندي انا في السيستم اضفت اضافة بسيطة وهي هذه الاضافة ترانسليت this page. ترانسليت this page هي هنا. اوكي، يجب ان تضيفها لترى ماذا. انظر people ساخرج من هنا. هنا منتديات، هذا منتدى روسي. اوكي، اسمه انفوروم رو. مثلا كنت تبحث عن شيء ما هنا، اعمل لوجين، يعني لابد من تعمل لوجين. عندما تعمل لوجين سيترجم لك بأي حال. سأقول له ماي لويز، مثلا ماي لويز سيرش. انظر يبحث بالروسية هنا في السيرش. لا تغير السيرش، في السيرش اتركه كما هو. افتح الصفحتين، انظر عند الفتح سيعمل ترانسليت. ستعمل ترانسليت ترانسليت. هنا تقرأ بعض الشيء، وبعدها اذا كان هناك داونلود ستراه في الاسفل. هذا البريميوم يوزر، هذا فقط للبريميوم، لكن هناك الداونلود العادي بريميوم. هنا يعطيك كل شيء. مثلا أردت أن تعمل الداونلود لميمارا، لابد فقط أن تعمل الداونلود وتفهمها. يعني هنا لم يترجم، نضغط على هذه نعمل ترانسليت. بسيطة. هنا بروفيشنال ايميل. اوكي، سندخل على هذه الصفحة. اذا لم يشتغل تضغط عليه. يعني انت وطريقتك في البحث. انا مثلا اعرف المعلومات من الروس، مثلا معلومات جميلة جدا. مثلا نرى ما هذه A collection of 21 books. يعني يعطي كتب جيدة جدا. Internet marketing in 55 minutes. SMM tutorials. Content idea. How to get to time more customers from a site. 75 facts about internet marketing. Corporate blogging. 33 useful. Okay. Tips 07 Facebook of Business Promotion in Social Network. Just problem the world truth about contextual advertising. Okay. ممكن أن ترى كل شيء. هنا انظر، هنا أعطاني الداونلود، سأعمل داونلود. أنا سأذهب هنا
هنا أعطاني داونلود، بدأ بالداونلود. ارجع هنا under password لأنه لن يفتح، سأفتحه عند يعني سننتظر بعض الوقت ونفتحه جميعا. إلى حين أن ينتهي من هنا سندخل على مواقع أخرى أجنبية، مثلا أريد أن أبحث في الهند مثلا. هنا انظر قبل ذلك، انظر قبل ذلك، هنا الموقع يعني سندخل إلى هنا الفورم، هذا هو الفورم، سنترجم. انظر ايرنين تشيمس بزنس سيلف ديفلوبمنت اسوتيريكس ريليشن ويب سايت ويلين اندر ترافل. هنا الكونتنت مانجمنت سيستم بي اتش بي سكريبت، سندخل على بي اتش بي سكريبت مثلا. ترجم سكريبت براوزر جيم ستار ريس 3 دي بالانس نايلت. عندما ترى النايلت كما قلت لكم في درس سابق، يعني سكريبت معمول له الكراك. هنا الفيسبوك سبايدر، هذا جيد جدا. ميك يور فيسبوك بوست جو فيرن. اوكي ليرنينج مانجمنت، هذا جيد جدا، هذا جيد جدا، هذا ستحتاجه، سأريكم هذا أين هو. انظر أحسن من المايل ويز. أوكي أوكي هنا هنا هذا هو، هذا برنامج الإرسال الذي قلت لكم من قبل. انظر مثلا عملت كومبين للناس الذين يريدون الوارم اب. انظر سنعمل شيدر، سنعمل مثلا تيست، سأريكم قبل ذلك الاوبشن. اوبشن كل مرة تغير كما تريد، يعني في التوقيت، توقيت البعث، كل شيء، يعني الارسال، توقيت الارسال. هنا تدخل تختار مثلا هذا التست. ما أريدكم أن تعرفوه هنا اللوب والباتش، تكلمت في درس سابق عن اللوب باتش. هنا send fast، وعندما يفعل اللوب ماذا يفعل؟ يغير ال SMTP all، مثلا يختار كل ال SMTP التي عندك ويرسل من الأول واحد والثاني واحد والثالث، يعني يعملها random. أوكي مثلا هنا، وهنا تدخل all speed يعطيك speed send later أو speed، مثلا في كل ساعة يرسل مثلا 60، أو إذا عملت ناقص واحد سيرسل على الفور، يعني سيرسل 1000 في مرة واحد. أوكي from سيعطيك from who، يعني from name و notification أو list أو customer، يعني أنت تغير كل إيميل تغيره. مثلا نعمل use ترانسيب مايت، أنا فقط أريك هنا under لا يرسل على الفور، يعني يبقى يحسب لك. المهم اعمل شارج لهذا الداونلود لهذا الدرس لهذا الممارة، وسأعطيكم دروس عنه فيما بعد. ممارة ستاك بوستر لم أعمل بهذا من قبل، مايل ويز عملت به، السيل كالمايل ويز. انظر أنت ابحث، تذكر هذا هو الموقع انفو روم، إذا لم تعمل ريجستريشن لن يعمل لك، تعمل ريجستريشن. أوكي لا تخاف من الروسي، فهو هنا مترجم بهذه ترانسليتد. Translate this page. أوكي قال لي translated لأنه ترجمة من قبل. إذا عمل بلوكاج يعني تدخل هنا وتعمله من جديد.
تعمل ريفريش للصفحة. انظر هذه انتهت، سندخل لها. سيقول لي اضع الباسورد، سنرى ماذا بهذه الوينرار. اكستراكت، اوكي هذا هو الباسورد. انظر سأعطي الباسورد وبعدها سيبدأ في التشغيل. اذا تذكر باسورد، بعض الاوقات يكون هناك باسورد بالروسي بالروسية. سنقرأ بالروسي هذه المرة. لا تعمل الداونلود فكله بالروسي يعني. المعلومات بالروسية، معلومات جيدة بالروسي. هنا انظر للساعة طريقة الشرح، سنرى هل هناك دروس بالإنجليزي. سيو هذه جيدة، لكن هل هي بالروسي؟ اي بالروسي. اذا بالنسبة للكتب انسى، ستتعلم الروسي بأي طريقة. ممكن يعني اذا كنت محتاج للكتاب تعمل هكذا، اذا كان عندك وقت تأخذه وتعمله هكذا. سيعمل ديتكت اوتوماتيك هنا وتختار مثلا اللغة انجليزي. اوكي ماذا قال في هذا؟ you can achieve high site ranking by search engine by posting or research meaningful readable structured and most importantly unique text. اوكي ممكن ان تختاري وتبحث يعني طرف بطرف، يعني تأخذ طرف بطرف اذا كنت تحتاج الكتاب فعلا، لكن اذا لم تحتاج فهناك كتب في الديب ويب موجودة كثيرة جدا في كل المجالات. هنا الروسي، سنختار لغة اخرى. ماذا عن الهندي؟ الهندي نختار مثلا داونلود، او نختار ميك ماني. هون سنختار، نرى في الهندي ماذا يقولون. سنختار الهندي هنا، هندي هذه. سنفعل هكذا، دخلنا للصفحات الهندية هنا. أنا فقط أغير عقلك بالنسبة للبحث، يعني لا تبحث فقط بالعربي والإنجليزي والفرنسي، يبحث بكل اللغات حتى تجد ما تريد. أنا أعمل على الإنجليزي لأن الإنجليزي يعمل بشكل جيد مع كل اللغات قريب. How to earn money 2019 online at home. Okay. Online guys, can I earn money from Google? How? Make money with Google AdSense. Make money AdMob بالنسبة للأصحاب يعني الريسكين والابليكيشن الويب، يعني الابليكيشن الخاصة بالهواتف. Earn money from YouTube. Earn money from blogger. سيعطي كل شيء سيشرحه هنا. اوكي اذا رأيت يعني ترجمة عادية، يعني ترجم بشكل عادي بالانجليزي هو جيد جدا، باللغات الاخرى سيكون هناك بعض الضعف. اونلاين اذا اردت البحث جيدا، يعني اذا اردت البحث لا تدخل على البلوجات، ادخل على الفورم. فورم ساكتب جاست فورم موبيل، هذا موبيل فورم بالناس الذين يبحثون عن كراكات للموبايل وما الى ذلك، تجدوها بهذه الطريقة للتلفاز لأي شيء. اوكي باردون دو انتر.
أين ذهبت؟ صفحة أخرى. واتساب، واتساب به أيضا طريقة للإرسال، لإرسال يعني الماركتين أونلاين. هنا واتساب، ترانسليت، أين الترانسليت؟ جيماس ترانسليت، نو نو سنت ديس بيج، نو هذا جوجل ترانسليت، يا ترانسليت ديس بيج. المهم أضيف الإضافة إلى الصفحة وسيترجم، يعني الأوبشن هنا، انظر show option، ستدخل مثلا فرنسي comment gagner de l'argent، عرب بالنسبة للعربي كيف تكسب المال من الواتساب بالعمل، العمل في المنزل، قلت لك يعني صعب أن يترجم للغة العربية، و مثلا الفرنسي ممكن يعني، لكن ليس مستحيل، لكن العربي صعب شوي. كومون غاني دو لارجون افيك واتساب غاردي غارد ا دوميسيل، هذا بالنسبة لل واتساب. سبيس كايز كما كيس كوسي بيزا كمان، انجليزي احسن، انا لا احب ان اترجم باي لغة الا الانجليزي. الإنجليزية هي اللغة الوحيدة التي يعني معمول عليها جوجل، يعني سيترجم، لأنه جوجل يعني لا يسرق معلومات الشركات بهذه الطريقة، يعني في الدول كلها، لا أقول يسرق بمعنى يسرق، لكنه يعمل سباين، سباين يعني التجسس. إنجليش هي الأولى، يتجسس بهذه الطريقة، يعمل يأخذ معلومات، إذا كانت المعلومات قيمة تدخل على المانويال، يعني يدخل واحد ويترجم المعلومات بطريقة متقونة، لأن المترجم الأوتوماتيكي فقط يبين بداية الترجمة. Money from product broadcast، affiliate marketing versus product broadcast وما إلى ذلك. المهم الدرس انتهى على هذا الحال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.